الصدفة الحلوة دي؟ أنا كنت جاية أقابل واحدة صاحبتي هنا في النادي. إزايك يا حبيبتي؟ وإزاي كامل؟ غريبة قوي إنك بتسألي على كامل، مع إنك المفروض منيرة بابا قالك شوية، وأكيد عرفتي إن إحنا لسه خارجين من المستشفى. لا 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 لا، سلامته ألف ألف سلامة. بس أنتِ ليه بتقولي على نفسك مصورة فاشلة؟ دي صور كانت تجنن. أنتِ عارفة؟ أنا رأيي إنك لازم تشتغل في مجلة مصورة فضايح هايلة. على فكرة أنا شفت صدفة وكانت الكاميرا معايا، وأكيد طبعاً أنت شايفة أن أنا لازم أوعي صاحبتي بالحاجات اللي بتجرى من ورا ظهرها. عارفة يا أميرة، لو حد كان شاف الظرف اللي بنتك الهبلة رميته أنا كان ممكن أعمل إيه؟ أيوة بس هي على فكرة يعني أنا قلت لها أنها تحطهولك على الكونسول، فممكن تكون قولي لبنتك الهبلة تركز بدل ما خليها تحصل اختها في المصحة اللي في امريكا. وانت عرفتي منين؟ هي نانسي شافت الصور؟ اوكي. تجيبي لي النيجاتيف. وعارفه لو عرفت انك عندك نسخ منها او سمعت كلمة واحدة ان حد عارف عن اللي انت شفتيه انا ممكن اعمل فيكي ايه يا اميرة؟ كويس قوي. باي، وسلميني على نانسي. أشوفك تاني. هاي. مين دي؟ دي واحدة صاحبة رضوى قاعدة عندنا شوية. لا بس بقول لك إيه، الورق هايل 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 يا علي. يا ابني انا جايبك تبص على الورق ولا تبص على اصحاب رضوى؟ طب معلش والنبي، انت عارف تركز ازاي بذمتك؟ عارف اركز عشان عايز اكل عيش. ورضوى سايباكوا عادي كده؟ اه عادي. سايباكوا لوحدكوا خالص في البيت؟ ايوه يا ابني، صحيت الصبح عملت لي فطار وقعدت اشتغل. تت تت تت، سمعتش كويس. بس انت بتقول عملت لك فطار؟ ايوه. دي عملت لك فطار؟ ايوه يا ابني، هكدب عليك ليه؟ وهتعمل لي غدا النهارده. ايوه بقى يا لولو بقى، ما انت معايا على الخط اهو. لا مش معاك على الخط ولا حاجه. هي القطة بتشتغل ايه؟ موديل. ما نجيبها طب تمثل، انت عارف تنفع قوي في الدور بتاع. يا ابني مين قال لك ان هي بتعرف تمثل؟ هو في حد في الشغلانه دي بيعرف يمثل؟ طب معلش سؤال رفيع بقى، بعد ما تعمل لك الغدا هتعملوا ايه؟ مش هنعمل حاجه، البت لسه مفركشه. مين المحظوظه من المحظوظه؟ اكرم الاكس بتاع رضوى. حظوظ حظوظ، بس عادي يعني، كويس انها فركشت. ايوه كويس. ليه؟ بقول لك يا هاتا بقى، تعالى نكمل قرايه والنبي. كويس ازاي بس؟ بص يا علي يا ابني، في فرص بتيجي في العمر مره واحده، وخصوصا الناس اللي زيك، يا ريت تنتهزها. مش فاهمك، انتهزها ازاي يعني؟ يعني يا ابني بعد الغدا والعشاء ممكن يحصل بقى شويه لزازه لطافه. ما هي رضوى كده كده جايه على الفجر، فيعني ممكن حاجات كتيره قوي تحصل. طب ممكن نبطل تخلف ونركز؟ اصل اداء ست البيت الشاطره ده بيقول قوي. بس انت اللي حمار، بس انت طول عمرك مالكش انت في الحاجات دي. بس لو عليا انا بقى، انا حمار وانت بهيم، وانا متجوز وبحب رضوى. طب معلش، هو ايه علاقه الحب بالموضوع؟ يا ابني ما تحب رضوى زي ما انت عايز. يا ابني ممكن نبطل عبط وتقرا. بص ماشي، كمل قرايه عادي. اه يا ريت. اقوم اقرا الفاتحه. طيب ماشي، هنقرا الفاتحه بعد ما تقرا السكريبت. يلا نقرا السكريبت.